اول صنف معانا النهارده ام علي. طبعا ده اشهر حلو مصري بيتعمل من ايام الفاطميين، بيتعمل هنا في مصر. عايزين نشوف من المماليك والفاطميين، عايزين نشوف بيتعمل ازاي. انا عملته قبل كده بالرقاق وبالجلاش وبالكرواسون، كان سهل وسريع. النهارده هنعمله بعجينه الباف بيستري او بالرقائق الهشه اللي هي بنعمل بيها الملفي. يلا نشوف المقادير ونشوف الطريقه مع بعض. لأم علي بالمكسرات محتاجين رقائق باف بيستري، لتر حليب لبن ساخن كامل الدسم، كوباية قشطة، كوباية جوز الهند، معلقة صغيرة فانيليا وزبيب، مكسرات مشكلة، كوباية سكر ومعلقتين زبدة. أول حاجة أدي أهو معانا، أدي الرقايق الباف بيستري. شايفين؟ يلا نصور المقادير بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. ابدأ انا افك فيها. تمام كده. اول حاجة هناخد هنا معانا، ادي اللبن بيغلي على النار، لبن حليب كامل الدسم. هبدأ أحط عليه السكر، المقدار المظبوط للتر لبن حليب من 3 أرباع كوباية سكر لكوباية كاملة سكر، يعني ممكن يبقى 3 أرباع وممكن يبقى كوباية. واللي عايزه دايت أو يعني مش دايت، يعني يا رب سامحني، أم علي ما تنفعش دايت لأن فيها قشطة وفيها حليب وفيها حاجات كده دسمة، والرقائق الهشة دي كلها زبدة. اللي عايزه سكره أقل شوية نحط نص كوباية كده بالشكل ده. انا حطيت تقريبا 3 ارباع كوبايه سكر، هنحطها في اللبن وندوبها بالشكل ده. طبعا هي المفروض نحط كريم شانتيه، بس انا قلت طالما احنا بنعمل عندنا قشطه وبنعمل ام علي وهي دسمه وفيها زبده وقشطه، يعني الموضوع مش حابب ان احنا كمان نحط لها كريم شانتيه. انا النهارده هعملها زي ما بتتقدم في الكافيهات او في المطاعم، بتتقدم في الفخار، في الطاجن الفخار. طبعا بيقدموها اللي بيطلب بيجي له ايه؟ بيجي له بس البس كلافز علشان يبقى احنا ايه شغالين على نظافه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي بتتقدم لكل شخص كده، بيتقدم الطواجن الصغيره الانديفيدوال الصغنونه، لكن احنا طبعا هنا بقى احنا اسره كبيره فاحنا عاملين في طاجن كبير. طبعا برده ممكن في البيت نعمل طاجن كبير وناخد منه للتقديم، يعني كل واحد ياخد في طبقه كده على طول بالشكل ده. هنا هبدا اكسر زي ما احنا شايفين كده، ما بنكسرش حتت صغيره، لا يا دوبك كده بنكسرها حتت كبيره. دي انا بشتري الملفي ده، بشتريه جاهز من السوبر ماركت، علب كده مغلفه. تورته الملفي في منها مربع وفي منها مدور. طبعا احنا كده كده هنكسرها، يعني مش تفرق معانا المربع من المدور اهو بالشكل ده. وحطينا السكر بتاعنا على اللبن، ناخد واحده كمان. هما بيبقوا 3 رقات في العلبه مع بعض، 3 مع بعض، لان طبعا دي بتتعمل بيها التورته، فعشان يبقى 3 رقات فوق بعضيها كده. شايفين هشه جدا وطبعا مليانه زبده انها دسمه. عايزين نبقى نعمل العجينه دي ان شاء الله كده مره مع بعض، نعملها ونبنطها ونفردها ونسويها كده. الو، صباح العسل والسكر. صباح الفل عليكي وعلى اهل اسكندريه حبايبنا. عامله ايه؟ الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ اظن ما تجيش اسكندريه في الشتاء. ما والله لا انا باجي طبعا، ازاي بقى؟ صعب قوي والله. صعب، لا بس الجو برده بيبقى حلو. انا عارفه طبعا، انا ليا اخت عايشه في اسكندريه بتقول لي الجو يعني لا يطاق ولا يحتمل. ربنا يخليكوا لبعض. ربنا يخليكي. عامله ايه؟ الحمد لله. وازاي اولادك وكابت البرنامج كله بخير؟ الحمد لله والله، كلهم بيسلموا على حضرتك. يا رب، منوره الدنيا كلها يا شيخ. ربنا يخليكي يا مدام ناديه. تسلمي يا حبيبتي. تسلميلي، وتحياتي لكل القائمين على قناه تن. ربنا يخليكي يا حبيبتي. ومشاهدينك المحترمين كلهم يا رب يكونوا بخير دايما ان شاء الله. كل الناس هنا بتسلم على حضرتك.
تسلمي لي حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا. الله يخليك يا مريم. انا عملت الجمبري والكيكه بتوعك وطلعت. شفت الصور، شفت الصور النهارده ان شاء الله احمد ينزلهم باذن الله. امبارح كنت عايزه ابعت لك الشاورما اكلناها بقى نسيت. ما شاء الله بالهنا والشفاء يا حبيبتي. الف هنا وشفاء. جميله طلعت جميله. الف هنا وشفاء عليكوا يا رب. الف هنا يا حبيبتي. والله الواحد بيستفاد منك كتير ومن معلومات. ربنا يخليك يا مريم. ده تسلم ايدك انت حضرتك اللي عملتي الحاجه دي. تسلم ايدين حضرتك. بس برضه تكات برضه جميله بتاعت غدغوطه برضه. ربنا يخليكي يا حبيبتي. تسلمي. تسلمي لي. ربنا يحسن دايما ما بين ايديك يا رب. ربنا يخليكي يا مدام ناديه. تسلم ايدك والف هنا وعافيه عليكي يا حبيبتي. تسلمي لي يا حبيبتي. ربنا يخليك. الله يخليك. هنا كده انا كسرت الرقايق الهشه لام علي، بس هنا هبدا انقص منها شويه كده بالشكل ده. احنا عملت الثلاث رقات اللي بيجوا في العلبه الجاهزه مع بعض، كسرتهم كلهم قطع كده متوسطه، كل ده هيدوب معانا في اللبن. طيب هبدا اعمل ايه؟ هبدا احط عليها شويه كده مكسرات مجروشه، اي حاجه موجوده عندنا بتليق جدا جدا مع الزبيب، بيبقى حلو جدا فيها بالشكل ده كده. الحشو بتاعها ناخد شويه جوز الهند كده، ناخد حتة زبدة، معلقة كده زبدة هنقطعها فيها. طبعا مش عايزين إضافة الزبدة، ما نحط الزبدة، نكتفي بالقشطة بس. اه الشكل ده كده بس. هنا عندي خلاص اللبن، اللبن سخن كويس جدا، غلي وأنا مسكراه. هنا هشيله بس هضيف عليه الفانيليا، معايا نص معلقة صغيرة فانيليا هنحطها في الآخر بعد ما نرفعها من على النار كده بالشكل ده عشان ريحتها. وطبعا أنا مشغلة الفرن على درجة حرارة 200، هنحط الطاجن في الرف اللي في الوسط أهو بالشكل ده كده. أحط ده كده، هبدأ أضيف الجزء الثاني بتاع الرقايق الهشة كده. كده اهو بالشكل ده. هنبدا نضيف عليها بقيه اللبن، اسقيها كده بس، هخلي شويه لبن صغيرين. هنا عندي القشطه، بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد حتت من القشطه كده هدوبها بس في شويه اللبن السخنين علشان تنزل كده اهو بالشكل ده اهو كده. اخد كده حتة القشطة اللي دابت في اللبن السخن دي، دي هتنزل تتغلل كل الرقات اللي جوه اهو بالشكل ده. اهو كده حتت قشطه بقى كده، هي كلها هتحمر بقى القشطه دي، هتحمرها وهتخليها في منتهى الجمال اهو، هتسيح فيها وهتديني طعم جميل جدا 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 ان شاء الله. بس كده خلاص هاخد هنا شويه المكسرات اللي باقيه دي عندي هنا كده، هاخد شويه زبيب برضو، الزبيب بيبقى معاها في منتهى الجمال، بيبقى حلو جدا، بيدي طعم جميل. هنا ما عنديش لبن وانا ضايفه كتير، ممكن اخد شويه ميه كده مغليين صغيرين، طالما انا حاطه لبن وحاطه قشطه ما يجراش حاجه ان انا احط شويه ميه مغليه ازود بيهم كده اهو بالشكل ده. بس هنا كده اوزع المكسرات والزبيب اللي على الوش ده، اوزع كل ده بالشكل ده كده. اي حاجه بقى هنا كده دي عليها لبن على الوش امسحها من الطاجن واروح ادخله بسرعه الفرن على درجه حراره 200. الرف اللي في النص بيقعد حوالي ربع ساعه تلت ساعه، لو انا لقيته اتشرب وخلاص. هو كل الفكره ان احنا عايزين بس الرقايق دي تشرب من اللبن بالسكر بالفانيليا والمكسرات كلها تشرب من بعض،
بعد ما يتشرب كده حاجه خفيفه، لو لقيناه لسه ما اتحمرش هنفتح الشوايه ثواني بس ونطلعها على طول. انا هروح ادخله الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام.